الأصحاح الثاني عشر. وفي ذلك الوقت أخذ الملك هيرودس يضطهد بعض رجال الكنيسة، وقتل بحد السيف يعقوب أخ يوحنا. فلما رأى أن هذا يرضي اليهود قبض أيضا على بطرس، وكان ذلك في أيام الفطير. وبعدما قبض عليه ألقاه في السجن وسلمه إلى أربع فرق ليحرسوه، كل فرقة أربعة جنود. وكان ينوي أن يعرضه للشعب بعد عيد الفصح، فأبقاه في السجن. وكانت الكنيسة تصلي إلى الله بلا انقطاع من أجله. وكان بطرس في الليلة التي عزم هيرودس أن يعرضه بعدها للشعب نائما بين حارسين، وكان مقيدا بسلسلتين، وعلى الباب جنود يحرسون السجن. وظهر ملاك الرب بغتة، فسطع نور في داخل السجن، وضرب الملاك بطرس على جنبه فأيقظه وقال له: قم سريعا. فانحلت السلسلتان عن يديه، وقال له الملاك: شد حزامك واربط حذاءك. ففعل، ثم قال له: البس ثوبك واتبعني. فخرج يتبعه وهو لا يعرف أن ما فعله الملاك كان شيئا حقيقيا، بل ظن أنه رؤيا. فاجتازا الحرس الأول والثاني ووصلا إلى الباب الحديدي الذي يواجه المدينة، فانفتح من تلقائه، وخرجا حتى قطعا شارعا واحدا ففارقه الملاك في الحال. فأفاق بطرس من غفلته وقال: الآن تأكد لي أن الرب أرسل ملاكه فأنقذني من يد هيرودس ومن كل ما كان اليهود ينتظرون أن يفعلوه بي. ثم فكر قليلا وذهب إلى بيت مريم أم يوحنا الملقب بمرقس، وكان هناك جماعة كبيرة تصلي. فدق بطرس الباب الخارجي، فجاءت جارية اسمها رودة تتسمع، فلما عرفت صوت بطرس أسرعت إلى داخل البيت من دون أن تفتح الباب لشدة فرحها، وأخبرتهم بأن بطرس على الباب. فقالوا لها: أنت تهذين. فأصرت على كلامها، فقالوا لها: هذا ملاكه. وأخذ بطرس يدق الباب حتى فتحوا له، فلما شاهدوه تعجبوا، فأسكتهم بإشارة من يده، وروى لهم كيف أخرجه الرب من السجن، وقال لهم: أخبروا يعقوب والإخوة بما جرى. ثم خرج وذهب إلى مكان آخر. وعند الصباح اضطرب الحرس كثيرا وتساءلوا: ماذا جرى لبطرس؟ ولما طلبه هيرودس فما وجده، سأل الحرس وأمر بقتلهم. ثم نزل من اليهودية إلى قيصرية وأقام فيها. وكان هيرودس غاضبا على أهل صورة وصيدا، فاتفقوا فيما بينهم وجاءوا إليه بعدما استمالوا بلاستوس حاجب الملك، وطلبوا السلام لأن بلادهم تعتمد في رزقها على مملكته. وفي اليوم المعين لبس هيرودس ثيابه الملوكية وجلس على العرش يخطب في الشعب، فصاحوا: هذا صوت إله لا صوت إنسان. فضربه ملاك الرب في الحال لأنه ما مجد الله، فأكله الدود ومات. وكان كلام الله ينتشر ويثمر. ورجع برنابا وشاول من أورشليم بعدما أتما خدمتهما، يرافقهما يوحنا الملقب بمرقس.